تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. بثت القوات العراقية نداءات عبر مكبرات الصوت باتجاه مدينة تل عفر خيرت فيها أفراد تنظيم داعش بين الموت أو الاستسلام بحسب ما نقلته وسائل إعلام عراقية عن مصادر استخباراتية. وأشارت المصادر إلى أن أفراد التنظيم أصيبوا بحالة من الهلع جراء تلك النداءات. قتلت امرأة وأصيب عدد من المدنيين بجروح إثر ضربات جوية روسية على قرية الشويحة بالتزامن مع قصف من ذات الطائرات على قرى عدة في ناحية عقربات في ريف حماة الشرقي. يأتي ذلك تزامنا مع قصف لقوات النظام بالمدفعية الثقيلة على بلدتي حريتان وكفر حمرة في ريف حلب الشمالي. أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الدوحة ستعيد سفيرها لدى طهران لممارسة مهامه الدبلوماسية. وجاء في بيان للخارجية القطرية أن دولة قطر تعبر عن تطلعها لتعزيز العلاقات الثنائية مع إيران في جميع المجالات. وفي وقت سابق ذكرت الوزارة أن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف. أبلغت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أن لدى واشنطن مخاوف متعلقة بالتزام إيران بالاتفاق النووي. وقال البيان إن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التزام إيران بالاتفاق يمكن أن تكون جيدة إذا ما سمحت إيران بدخول الوكالة إلى أي منشأة يشتبه في أن لها دور نووي. حذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة من استمرار المناورات المشتركة التي تجريها مع جارتها الجنوبية والتي وصفتها باللعب بالنار فوق برميل بارود نووي. وأصدرت اللجنة الشعبية للسلام في كوريا الشمالية بيانا أذاعته محطة التلفزيون المركزية أدانت فيه المناورات المشتركة الجارية حاليا بين القوات الأمريكية والكورية الجنوبية، وقالت فيه: سنرد بقوة على هذا العرض المفتوح لمظاهر العدوان. صرح نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس يوم أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة لن تسمح بانهيار فنزويلا، عدا أن تطورا من هذا النوع من شأنه أن يهدد الدول الأخرى في المنطقة. وشدد بينس على أن انهيار فنزويلا سيؤدي إلى مزيد من عمليات تهريب المخدرات وتبعاتها القاتلة، وهي فكرة طرحها الرئيس دونالد ترامب أيضا. نهاية الموجز، في أمان الله.